طيب شوف صالح، لو تكلمتم المسؤولين عن النقل سواء كان بريا او بحريا او جويا، حيث يوجهونهم بان يهدوا الى الحجاج شيئا من كتب النسخ لعلهم يستفيدون منها؟ هذا لا يلزمهم، ولكن اذا فعلوه من باب القربة من باب هذا امر فيه اجر عظيم، لكن لا يلزمهم انهم يشترون كتبا ويوزعونها على محله وعلى منسوب مثلا عملهم، الا اذا كان هذا مشروطا فيما بينهم، يعني قد اشترط على المطوف او على صاحب الحمله انه يعلم الناس احكام المناسك، فانه يجب عليه ان يعلمهم بالمشافهه وبتوزيع الكتب وبالمتابعه، انا شيء واجب عليه. اما اذا كان لم يتكفل الا بنقلهم وتذكيرهم واطعامهم، فكونه يعينهم على معرفه المناسك هذا من باب المستحب بحتي. نعم، وتدعون اليه في الشرع. نعم، لا شك ان هذا مرغب فيه، وان الإنسان لا يكون هدفه الدنيا فقط، وإنما يكون هدفه الآخرة أساسا وقبل كل شيء. هذه فرصة للمسلم إذا اجتمع عنده من المسلمين وصحبه من المسلمين عدد من الحجاج والمعتمرين، إنها فرصة له أن يدعوهم إلى الله وأن يعلمهم أحكام دينهم وأن يحسن إليهم. ومن باب أولى تمكين الحجاج من أداء المناسك، لأن بعض المطوفين وبعض أصحاب الحملات لا يمكنون الحجاج من أداء المناسك كما ينبغي، يستعجلونهم ويستجهلونهم، لا يمكنونهم من السكنى في منى، او لا يمكنونهم من المبيت في مزدلفه عندما يكون يسيرون من عرفه، او لا يمكنونهم من استكمال المناسك بل يعجلونهم في اخر الامر، وربما لا يطوفون للوداع، وربما يخلون برمي الجمار او يرمونها قبل وقتها. كل هذا بسبب تلاعب المطوفين او اصحاب الحملات. الواجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أمانة في أعناقهم، فإذا حملوهم على الإخلال بعبادة الله كان الإثم يرجع إليهم بالدرجة الأولى، لأنهم هم المتسببون. وقد يكون الحاج والمعتمر جاهلا ويقتدي بهذا المطوف أو بهذا صاحب الحملة فيضلله، فيكون هذا إثما عليه يتحمل أوزاره يوم القيامة. فعلى المطوفين وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، كما أنهم استوفوا الأجور من هؤلاء المساكين، فعليهم أن يمكنوهم من أداء المناسك على وجه المطلوب، وإلا فإن ما يأخذونه منهم مع الإخلال في أداء المناسك يكون حراما على الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.